السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، اليوم أشرح لكم حل مشكلة اختفاء الرسائل في البريد الإلكتروني في جهاز الآيفون. البعض لما توصل رسائل في البريد الإلكتروني في جهاز الآيفون بعد يوم أو يومين أو أسبوع تختفي هذه الرسالة، ولكن لما يدخل عن طريق جهاز الكمبيوتر يحصل هذه الرسائل، لكن في جهاز الآيفون ما يشوفها، تختفي هذه الرسائل. حل المشكلة هذه بسيط جدا. قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. نشوف الطريقة مع بعض. ندخل على الإعدادات من هنا، وبعد كذا ندخل على خيار الحسابات وكلمات السر. طبعا هذا الخيار الحسابات وكلمات السر يظهر إذا كان إصدار جهاز الآيفون 11 وأعلى. إذا كان إصدار جهازك 10 وأقل من كذا ما يظهر لك هذا الخيار، يظهر لك البريد. تدخل على البريد وتكمل الخطوات اللي أنا بسويها. أنا إصدار جهازي 11، أدخل على الحسابات وكلمات السر. بعد كذا تطلع لك الإيميلات اللي أنت مسجل فيها دخول. طبعا المشكلة هذه اختفاء الرسائل يظهر في الأوتلوك والهوت ميل، الجيميل والياهو وغير كذا من الإيميلات، ما في مشكلة بهذا الشيء. المشكلة زي ما قلت بالأوتلوك والهوت ميل. ندخل على الأوتلوك من هنا، تظهر لك مجموعة خيارات، من ضمنها تحت هنا مكتوب عدد أيام البريد المزامنة. ندخل على هذا الخيار من هنا، تطلع لك مجموعة خيارات زي ما انتم شايفين. الخيار الأول بلا حدود، يوم واحد، 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، شهر، إلى آخره. طبعا بلا حدود هذا معناه يعني جميع الرسائل اللي موجودة في البريد راح تظهر، سواء قبل يوم، شهر، سنة، سنتين، 3، 10، كل الرسائل راح تظهر عندك. إذا كنت مأشر على يوم واحد هذا معناه الرسائل اللي أكثر من يوم راح تختفي، وأقل تاريخها أقل من يوم راح تكون واضحة. 3 أيام كذلك تكون يعني تاريخ الرسالة اللي أقل من 3 أيام راح تكون ظاهرة، أكثر من 3 أيام راح تختفي تلقائيا، وكذا أسبوع، أسبوعين، وشهر، إلى آخره. أتمنى الشرح واضح جدا وسهل. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.